رح نحتاج ل 500 جرام من الشوكولاتة، 400 جرام جبنة كريمية، 2 كوب كريمة، 2 مغلف كريمة باودر، بدنا 10 بسكوت مطحون، معلقتين كبار من الجيلاتين، بعدين معلقتين كبار عصير ليمون، بدنا علبة حشوة. لا دلالالا. بس معلقتين صغيرين جيلاتين. ايه 2 معلقة صغيرة جيلاتين. 2 معلقة صغيرة جيلاتين و2 معلقة كبيرة عصير ليمون وعلبة حشوة من نيوزيلاند. نيوزيلاند. بس الأول دايما لما نيجي نعمل أي تشيز كيك لازم الجبنة نطلعها قبل بوقت من التلاجة، يعني قبل بساعة تقريبا، ولازم بعد كده نخفق الجبنة لوحدها قبل ما نضيف لها أي حاجة. أنا هخفقها دلوقتي قبل ما نضيف لها أي حاجة. ليه بقى؟ أوكي. لو ما عملتش كده وجيت حطيت لها أي سوائل هتتجزأ وتبقى زي الحتة صغيرة وتعمل كلاكيع مش هنعرف نخلص منها، فهتبقى هتضايقنا وهنزعل. طيب دلوقتي أنا هحط الكريمة اللي عندي وهحط الكريمة الباودر 2، وعندي ناقص هنا إيه؟ ناقص الجيلاتين. الجيلاتين أنا حطيته في طبق صغير وحطيت عليه شوية مية، وده كده بخليه سوك في الـ في الـ في المية لغاية ما بس بحس ان هو داب كله، باخده بحطه اما في الميكروويف بده حرارة اما في مقلاية على نار هادية قوي. دي مفيش هنا اصلا نار، ده مكان ما عملنا الرز. ايوه ضل حامي شوية الفرن بس مكان ما عملنا الرز، فانا هحطه هنا علشان لأنه حتى يشتغل لازم يشوف حرارة، لازم علشان يشتغل يوصل لدرجة حرارة معينة اللي هي درجة حرارة 50، من 50 لستين. علشان يشتغل لو أخدته من هنا حطيته هنا مش هينفع، مش رح يشتغل، مش هيشتغل. أوكي. هنحط بس الليمون. قد ايه حطيت معلقة صغيرة هون؟ معلقتين صغيرين، معلقتين كبار سوري. هحط الجيلاتين وهحط الجيلاتين وهخفق بس خلاص. هناخد سكر، مش سكر، بسكوت. هلا في بسكوت معين، بسكوت مطحون يعني بيفضل اللي هو اللي بنستعمله عادة للتشيز كيك. اوكي وهاخده هحط منه جوه التشيز كيك. كيف قدرتيهم هيك؟ دلوقتي هنعمل ولا دهنتيهم دهن؟ ولا لا، حطيتهم وقلبتهم. ولا تعمليش غير كوش واحد بس، طبقة واحدة بس، لان لو تخينة مش هعرف اكل. طبعا انا بس هي طبقة واحدة. ايش يعني رقصتي القالب هيك لده؟ رقصته وغنيت له كل حاجة. خلاص ده لانه سيليكون فسهل اطلعه. أيوة. شايفين حلوة. ازاي بيطلع معايا كده. طيب هنحط ده. اوكي هحط الخليط هنا بس عشان اسهل في الغرف، يعني اسهل لي احطه هنا كده هو. وبعدين ممكن تجيب لنا الطبق دي؟ حطي وين هذا؟ ايوه ده او ده. شوفي انا هعملهم زي التشيز كيك العادي خالص. اوكي احطها هنا، عندي شوكولاته تجيب ملح كويس هيطلع الطعم جميل. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد.